الحارس الأقرب لذلك. بينما باتو في انتظار الكرة سيدورف يسدد والجول. سيدورف يسجل، سيدورف من بعيد يغلب كوتشي. توقعت بأن سيدورف سيلعب الكرة باتجاه روس، لكن تسديدة سيدورف كانت باتجاه المرمى. جراند تيرو كان من جانب سيدورف. سيدورف يعلن عن تقدم ميلان. ميلان ياخذ الأسبقية بفضل هذا اللاعب المتألق في الأونة الأخيرة. كان وراه تقدم في اللقاء الأخير أمام الفيولا، والآن يصنع الفارق من خلال هذه التسديدة القوية. النتيجة تتغير، ميلان 1 سامدوريا لا شيء. وسيدورف وراء هذه الكرة اللي استقرت واغرت طريقها نحو الشباك رغم محاولة الحارس كولشي. ستتغير حسابات البيرتو كافازين. سيدورف الاكس جوكاتوري لاعب السابق